اللقاءات التواصل بالأخوات الكرام أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير وبعد. يسرني ابتداء أن أرحب باسم معالي وزير الثقافة والتواصل والرياحات بهذه النخبة الكريمة من أهل العلم والاختصاص والخبرة ضمن فعاليات هذه الورشة والتي ينظمها المركز الثقافي الملكي بالتعاون والشراكة التامة مع ملتقى طلال وزارة الأعمال وتحت عنوان الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على المنطقة. إن إقامة هذه الورشة تأتي استجابة لتحدي اقتصادي يلقي بظلاله المباشر على كافة الجوانب الأخرى من اجتماعية وثقافية وإعلامية وغيرها، وقد غدت الأزمة المالية العالمية بتجلياتها وتداعياتها مادة حاضرة للنقاشات والحوارات وعلى كافة المستويات من المختصين والخبراء والنخب إلى رجل الشارع العادي، مع تفاوت واضح وجلي بين الآراء والقراءات لواقع الأزمة وانعكاساتها المفترضة. ومن هنا كان حرص المركز الثقافي الملكي بوصفه ذراعاً رئيساً من أذرع وزارة الثقافة على إقامة هذا اللقاء النوعي وتحت العناوين المتعددة والتي تشمل معظم الجوانب المتعلقة بالحالة الاقتصادية العالمية الراهنة، بالإضافة إلى دور القطاعات الرئيسة وواجباتها في التعامل مع الأزمة وكل ما يتعلق بها. ولا شك أن لقطاع الثقافة بالذات دوراً رئيساً وفاعلاً في مواجهة التحديات عامة، فالثقافة بالأساس هي حالة اشتباك دائم مع كافة المجالات التي تتعلق بمستوى حياة الإنسان لهدف تمكينه من التفاعل الإيجابي مع التحديات. أصحاب المعالي والعقوبة أيها الجمع الكريم، ولأن المركز الثقافي الملكي هو منبر وطني للحوار وتكريسا لدوره في توفير البيئة المناسبة لإقامة حوارات متخصصة مسؤولة في كافة القضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام، يأتي هذا النشاط بالشراكة التامة مع ملتقى طلال أبو غزالة للأعمال، وبما يؤكد حرص وزارة الثقافة على تفعيل الشراكة وتنميتها ما بين الوزارة والهيئات الثقافية والفكرية الفاعلة والجادة في سبيل تكريس ثقافة الحوار والمشاركة. أكرر الترحيب بهذا الجمع الكريم، ويسعدني المقدم الأستاذ طلال أبو غزالة للحديث حول هذا اللقاء. ابتداء لابد من تعريف، وإن كان الأستاذ طلال يعني أشهر وأبرز من المعرف، بالإضافة إلى كونه من أبرز رجال الأعمال والمال في الأردن، إلى أنه أيضا رجل ثقافة وفكر ويكرس مفهوم أو يؤمن بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. الأستاذ طلال مواليد 38، هو المؤسس والرئيس لمجموعة طلال أبو غزالة. تأسست المجموعة عام 72، وهي مؤسسة عالمية يعمل في خدمتها 2000 محامي من خلال 71 مكتب في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، تركيا، الهند، روسيا، قبرص، باكستان والصين. الأستاذ طلال أبو غزالة حائز على الجائزة الدولية للإبداع في إنجازات الحياة المهنية في دبي. أيضا يحمل الدكتوراه الفكرية في الآداب من الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل وسام الجمهورية التونسية، وسام جوكر الشرف الفرنسي والقطري الثالث، وأيضا وفوق كل ذلك وسام الاستقلال الروسي. كرم كبير بالأخذيني أستاذ عبد الله الرحمن مضيفنا العزيز في هذا الصباح، وإنه لشرف كبير لي أن أتحدث بحضور السعادة الوزيرة وزير الثقافة راعي هذا الحفل وصدر الحفل، وأن أحاول أن أستفز أفكاركم بما أريد أن أتحدث عنه، وهو في ضمن
رعاية وزير الثقافة يعني أنني أريد أن أكون متحدثا فكريا أكثر من اقتصاديا، وأن أتناول الموضوع من جوانبه الفكرية. الأزمة أو ما يسمى بالأزمة المالية بداية، والآن بدأ العالم يتكلم كما توقعت من سنتين، بدأ يتكلم عن أزمة اقتصادية. هي ليست أزمة مالية ولا أزمة اقتصادية، هي مرحلة تحول جذري في العالم اقتصادا وسياسة ومجتمعا وفكرا. وهذه العملية ستستغرق 10 سنوات، وقلت هذا الكلام وموثق منذ أكثر من سنة، عندما ظن العالم أن الأزمة هي فقط أزمة مالية أصابت السوق المالي الوهمي، نحن نسميه السوق الوهمي، وهو يسمى البرقم ماركت، وهو سوق أوراق المال وسوق السندات. وتوقعت لها 10 سنوات، وتوقعت أنها ستنتقل من السوق الوهمي إلى السوق الحقيقي المالي، ثم إلى الاقتصاد الحقيقي. وبدأت الآن الأزمة الحقيقية من هذا العام. وهذه الأزمة حجمها لا نتكلم عنها وأصبح متناولا كثيرا، إنما فقط أريد أن ألقي رقم ذكره البنك أوف إنترناشونال سيتلمنتس، وهو أحد مؤسسات البنك الدولي، إذ قال أن حجم المشكلة هو نصف كوادريليون. والكوادريليون هو تعبير جديد اخترع لهذه المناسبة، لأنه رقم أكبر من التريليون، هو 1000 تريليون. المليون 1000 مليون، مليار 1000 مليار، تريليون 1000 تريليون، هو كوادريليون. ونحن نتكلم عن مشكلة في المشتقات المالية حجمها 1/4 تريليون، أي 500 أو حتى تحديدا كما قال البنك الدولي 495 تريليون، أي نصف كوادريليون. فإذا هذه الأزمات ستنتقل لتصبح أزمة اقتصادية. الأزمة الاقتصادية ستنقلنا من الغلاء إلى الكساد، سيتنخفض الأسعار بعد ما كنا نخشى من ارتفاع الأسعار ونعتبره مشكلة، سيصيب العالم مشكلة أكبر اسمها ديفليشن، اللي هو انخفاض وكساد في البيع، وذلك سيكون بدرجات متفاوتة في العالم. طبعا أكثر مكان هو مكان سبب المشكلة المصاب بالدرجة الأولى هو أمريكا، ويليها بريطانيا لأنها الحليف المالي الأكبر لبريطانيا، ويليها بقية الدول الغربية التي هي شركاء لأمريكا، والحمد لله ليس هناك دولة عربية تعتبر شريك لأمريكا. وكل ما نسمع من الشراكة هو غير حقيقي. نحن سوق، نحن مصدرين بعض المنتجات، نحن مصدرين لرأس المال، ولكن الشراكة الحقيقية ليست موجودة مع أي دولة عربية، وبالتالي الضرب الاقتصادي سيكون محدودا وبدرجات متفاوتة على المنطقة، باستثناء إسرائيل، وهي ستكون وهنالك أكثر تأثير في الدنيا على أثر هذه الكارثة على إسرائيل. إسرائيل هنالك تأثير عن حجم الضرب، وهو يأتي كما أنا أدرس يأتي في الدرجة الثالثة بعد أمريكا وبريطانيا. الدولة المتضررة الثالثة الأكبر في العالم هي الاقتصاد العدو الصهيوني.